مادة الرياضيات مادة لرفع المعدل، لا تخلي الناس عليك تتعدل، ادرس أكثر وأكثر تشوف العلامة الكاملة أقرب وأسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يعطيكم ألف ألف عافية ويسعد أوقاتكم حيثما كنتم يا رب. اليوم بإذن الله تعالى مكملين معاكم في مراجعة قواعد الاشتقاق اللي أخذناها بالعاشر والأول ثانوي بإذن الله تعالى. في الحصتين الماضيات كانوا خفاف الطاف، أخذنا اللي هو كل حصة أخذنا فيها قاعدتين، يعني صرنا ماخدين كم قاعدة؟ 4. القاعدة الأولى مشتقة الثابت، كانت مشتقة الثابت دائما تساوي 0. القاعدة الثانية مشتقة اقتران القوة، دائما بنزل الأس وبطرح من الأس 1. القاعدة الثالثة كانت على وهي إنه المشتقة ثابت مضروب في اقتران، بنزل الثابت وبشتق الاقتران. لاحظ ثابت لحاله مشتقته 0، ثابت مضروب في اقتران، بنزل الثابت وبشتق الاقتران. القاعدة الرابعة مشتقة الجمع والطرح، إن المشتقة توزع في حالة الجمع والطرح. ضرب قسمة؟ لا، لكن لو أجانا ضرب قسمة بسيطات كنا نتخلص منهم وبعدين نشتقهم. مع ذلك في قواعد خاصة للضرب والقسمة راح نشوفها في وقتها بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى اليوم في عنا قاعدتين خفيفات لطيفات، حصتنا اليوم مش طويلة، قصيرة بإذن الله تعالى. هي مشتقة اقتران القوس المرفوع لأس ومشتقة الجذر التربيعي، حصرا الجذر التربيعي. نتعرف عليهم ونشوف كيف نشتقهم وكيف نتعامل معهم. مشتقة الاقتران المرفوع لأس، هاي دائما بحكي راح تتذكرها، هيك اسمها. دائما وأبدا بنزل الأس، بخلي ما داخل القوس كما هو وبطرح من الأس 1. ضرب مشتقة ما داخل القوس، هيكتب لك إياها بالكلمات، ننزل الأس ونضربه بالقوس ونطرح من الأس 1 ببقاء القوس كما هو، ثم نضرب بمشتقة ما داخل القوس. هيها بالرموز موجودة عندك، وخلينا نشوف كيف بدنا نطبق عليها من خلال مثال رقم 7. مثال رقم 7 بيحكي لك جد مشتقة كل مما يأتي. لاحظ انه هذا عبارة عن اقتران مرفوع لأس، عشان نيجي نشتقه فديل واي على ديل اكس او واي الفتحة زي ما بدك. كيف نطبق القاعدة؟ بنزل الأس وبضربه في القوس، هي 6 في 2 اكس ناقص 3. لاحظ القوس كما هو ونطرح من الأس 1. يعني أستاذي شبيهة في اقتران القوة؟ نعم شبيهة في اقتران القوة، الزيادة عليها أن تضرب مشتقة ما داخل القوس. اللي جوا القوس خطي، شو مشتقته؟ مشتقة الخط معامل X. لما بدك تيجي تبسطها 6 في 2 12 في 2 X ناقص 3 أس 5. بهذا الشكل كتبتها بأبسط صورة. بيجي واحد بيقول لي أدخل الـ 12 جوا، أستاذي الأولوية أولويات العمليات الأس أولى من الضرب، فما بصير تدخلها جوا، لازم تترك بهذا الشكل. طيب نشوف كمان سؤال عشان نيجي نتعامل معه. هاي بدنا واي الفتحة وتساوي الأس، بنزله قبل القوس وبضربه في القوس ببقاء القوس كما هو. هاي القوس خلي لي زي ما هو، هاي القوس تركته كما هو، اطرح من الأس 1 زيها زي اقتران القوة. الآن مشتقة ما داخل القوس، شو مشتقة الداخل؟ الاثنين ثابت مشتقته 0، هاي 2 في سالب 3 سالب 6 اكس هاي وتساوي. الآن نيجي نبسط، هاي بقدر أضربها مع هاي لأنه فيش إلها أس، 4 في سالب 6 سالب 24 إكس. هذا فيه لأس، خليه الأس أولى فما بقدر أوزع جوا الضرب. هاي هيك انتهت المسألة، هيك انتهت المسألة. ممكن يصدف فيها تجهيز زي شوف جذر تكعيبي
كيف بدي اجي اشتغل عليها هاي؟ هذا ملهوش اس، فاسه كم؟ واحد. فاول خطوه بتجهز الواي تساوي هي 9 ناقص 3 اكس اس الداخل على الخارج 1/3. الان واي الفتحه وتساوي 1/3، نزلنا الاس بدنا نضربه في القوس في 9 ناقص 3 اكس كما هي. 1 ناقص 3 سالب 2/3، 1 ناقص 3 سالب 2/3، مشتقة الداخل سالب 3. هاي مشتقة الداخل سالب 3. نيجي نبسط ونجهز السالب 3، لما نقسمها على 3 فيها سالب 1، فهي راح تصبح معك هي سالب 1 على أس كسري وسالب. أس كسري وسالب بده يتحول جذر بس في المقام، فهي جذر 9 ناقص 3 إكس أس. المقام دليل الجذر والبسط هو في الأس، هي أس 2 كانت سالب 2، شو صارت؟ أس 2. طيب نشوف هاي، شو رأيك توقف الفيديو وتجرب انت تحل لي هاي المسألة؟ وقف الفيديو وجرب انت تحل لي هاي المسألة، لعلك جربت ولعلك لاحظت، ولا ما لاحظت؟ لا، لعلك لاحظت انه هون في تجهيزين، جذر ومقام، بقدر اسويهم مرة واحدة. اول خطوة تجهيز هي واي تساوي. الان الستة ما إلي علاقة فيها، هيها هاي 3/2، هاي اللي هي 4x زائد 1 أس 3/2 الداخل على الخارج، لأني رفعتها للأعلى صارت سالب. بدك تجهزها على مرحلتين صح، بس حكينا احنا صرنا أكبر من إنه نجهزها على مرحلتين. الآن بعد ما انت جهزتها بدك ديل واي على ديل اكس. الستة ثابت بدك تضربها في هاي، الملوش مقام، مقام واحد، فبسط في بسط ومقام في مقام. سالب 18 سالب 3 في الستة سالب 18، 2 في الواحد 2، في 4 اكس زائد 1 سالب 3 ناقص 2 سالب 5/2. مشتقة الداخل ما داخل القوس 4، هاي مشتقة الداخل. نيجي نبسط الآن، سالب 18/2 سالب 9، سالب 9 في الأربعة سالب 36. أس كسري وسالب بده يتحول جذر بس وين؟ في المقام. هاي اللي هي 4x زائد 1 أس 5 وهون 2. هاي بهذا الشكل احنا تعاملنا معها ووجدناها وبسطناها لأبسط صورة، ولو في تعويض هي أصبحت جاهزة لعملية التعويض. طيب وقف لي الفيديو وجرب تحل سؤال 5 وسؤال 6، بدي سؤال 5 وسؤال 6. يا رب إنهم كانوا بسيطات وسهلات. سؤال 5 فيش تجهيز، على طول بدي أبدأ أروح أطلع المشتقة، لأنه في جمع وطرح كل جزء بيشتق لحال، هذا لحال وهذا لحال. 3 في 3 9 إكس تربيع، 6 في سالب 2 سالب 12، 6 في سالب 2 سالب 12، 2 إكس تربيع ناقص 3 إكس زائد 4. شوف ما داخل القوس يبقى كما هو، اللي جوا القوس بضل زي ما هو. ضرب مشتقة الداخل 2 في 2 4 إكس، الخطي معامل إكس، الثابت 0. بهذا الشكل يخلف عليك، بدك بس ترتبها تجيب هاي هون بصير، حاب توزع ال 12 على هاي بصير، لكن أكثر من هيك ما في داعي. بهذا الشكل يخلف
عليك، لأنه أنا ما بقدر أوزع الضرب على هون، هون في خمسة وهاي هون طرح ملهاش علاقة حد آخر. طيب نشوف هاي نفس الإشي اللي ملوش دليل دليله اثنين، واللي ملوش أس أسه واحد، وهي حلت لك واحدة قبل شوي زيها، يفترض إنك حليتها بالكامل صح. هاي بدها تجهيز، فهي عبارة عن 8 ناقص X أس 1 على 2 الداخل على الخارج، لأني رفعتها للأعلى سالب. بدنا نيجي نشتق ديل Y على ديل X ويساوي. الآن هاي عشان نشتقها، كيف بدنا نشتق هاي؟ بنزل الأس، القوس الداخل يبقى كما هو، سالب 1 ناقص 2 سالب 3 على 2، البسط ناقص المقام على المقام، مشتقة الداخل 8 ثابت، الخط معامل X سالب 1. الآن سالب نص في سالب 1 بصير موجب نص، هاي نص أس كسري وسالب تتحول جذر بس وين؟ في المقام. تتحول جذر بس وين؟ في المقام. فهاي جذر 8 ناقص X الكل أس 3. دليل الجذر 2، إن حطيتها وإن ما حطيتها لن تؤثر. بهذا الشكل إحنا تعاملنا معها. طيب 7، نشوف 7 كيف نتعامل معها، وبدك تنتبه معاي. أنا حاليا مسيرش كامل في المقام، وهي مش حد واحد. طيب الحل، هذا كله بقدر أعتبره أس واحد. لما بدك تيجي تجهزه، Y تساوي 4 هيها 5 ناقص 2 X أس سالب 1. لاحقا هاي رح نخد لها قاعدة، لكن الآن هيك نشتقها. Y الفتحة ثابت مضروب في اقتران، اشتق سالب 1 في الأربعة سالب 4، 5 ناقص 2 X أس سالب 2، سالب 1 ناقص 1 سالب 2، مشتقة الداخل سالب 2، الخمسة ثابت ما هي خطية مشتقتها معامل X، فرح تصفي معك. هي عبارة عن سالب 4 في سالب 2 موجب 8، أس سالب بدها ترجع للمقام عشان يصير موجب. بهذا الشكل احنا تعاملنا معها. بدي الآن سؤال 8 تركز فيه مظبوط مظبوط مظبوط، توقف الفيديو وتجرب تحل لي سؤال 8 ونشوف هل انت قادر انك تتعامل معاه بطريقته الصحيحة والسليمة ولا لا. يا رب تكون وقفت الفيديو وجربت تحله. هو عبارة عن قوس مرفوع لأس جوا قوس مرفوع لأس، فالطلاب بتلتخم فيه شوي، لكن مش انتو اللي بتلتخموا فيه بإذن الله تعالى. عشان نيجي نتعامل معه، لاحظ هي اف فتحة للإكس، أنا ببدأ من الخارج، سيبك من الداخل، اشتق للأس، هي 3، ما داخل القوس يبقى كما هو، شوف اللي جوا القوس بده يضل كما هو، هاي اللي جوا القوس ضل كما هو. الآن ضرب مشتقة ما داخل القوس، خلاص انسى الثلاث، اشتق اللي جوا، اشتق اللي هاد 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 اشتقه. عشان اجي اشتقه الاثنين ثابت بتروح، الاثنين ثابت صفر. هذا كمان مرة قوس مرفوع لأس، هذا كمان مرة قوس مرفوع لأس، بدك تشتقه من أول وجديد. بشتق للأس 4 في X تربيع زائد 1 أس 3 ضرب مشتقة الداخل 2X. لو بدك تيجي تبسطها، 3 في الأربعة في الاثنين X 24X، في X تربيع زائد 1 تكعيب في الاثنين زائد، هاي بس عملية ترتيب، X تربيع زائد 1 أس 4 الكل أس 2. بهذا الشكل احنا تعاملنا معها وبسطناها.
شوف مع ذلك انت قاعد بتقول كيف 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 اعد لك اياها اعد لك اياها والله اعد لك اياها معلش هاي بدي اعيدها بدي اعيدها من اول وجديد. مع العلم انت قادر ترجع الفيديو وترد تعيدها. هاي عشان اجي اتعامل معها اف فتحه للاكس. انا عندي قوس مرفوع لاس، انسى شو في جواته، انساني شو في جواته، بشتق للاس هي ثلاث وخلي لي القوس كما هو اللي جوا القوس، خلي لي اياه كما هو. هاي بس عشان الاس، واطرح من الاس واحد. هسه بدك تشتق الداخل، بدك تشتق هاد. الاثنين ثابت مشتقته صفر. طيب هاد قوس مرفوع لأس، طبق على القاعدة من أول وجديد، بشتق للأس. هي أربعة في الإكس تربيع زائد واحد الكل تكعيب. مشتقة الداخل اللي جوا الآن إكس تربيع هي اثنين إكس والواحد ثابت. لو بدي أجي أجمعهم ثلاث في الأربعة في الاثنين إكس، 24 إكس في إكس تربيع زائد واحد الكل تكعيب في اثنين زائد اكس تربيع زائد واحد الكل اس اربعة الكل تربيع. بس هيك يخلف عليك، ما بدنا اكثر من هيك. طيب هاي كانت قاعدة القوس المرفوع لاس. في عندنا القاعدة السادسة، قاعدة اسمها مشتقة الجذر التربيعي، مشتقة خاصة للجذر التربيعي. طيب تكعيبي جذر رابع جذر خامس، شوف هلا في قواعد لهدلاك الجذور، بس انت مش مطلوب منك، انت مطلوب منك جذر تكعيبي جذر رابع جذر خامس انك تجهز مين؟ الاس، تحوله الى اسس نسبيه وتعامله معامله القوس المرفوع لاس. اما الجذر التربيعي فلا، في له قاعده، اذا بيجيك جذر تربيعي فدائما مشتقته مشتقه ما تحت الجذر على 2 في الجذر نفسه، مشتقة ما تحت الجذر على 2 في الجذر نفسه، هيك دائما وابدا. لاحظ اتش الاكس مشتقتها اتش فتحه للاكس على 2 في الجذر نفسه. بيجي واحد بيقول لي من وين اجت هاي، من وين اجت؟ بالله اطلع اطلع اطلع، هاي اصلها انك تحولها قوس مرفوع لاس، هاي اصلها من القوس المرفوع لاس، هي اتش الاكس الكل اس نص، مولي ملوش اس اس واحد، مولي ملوش دليل دليل اثنين. نيجي نشتقها، هاي اصلها اف فتحه للاكس هي نص بينزل، ما داخل القوس يبقى كما هو، واحد ناقص اثنين سالب واحد على اثنين، في مشتقه ما داخل القوس اللي هو اتش الفتحه للاكس هاي وتساوي. الان الاثنين هي هاي النص هي أس كسري وسالب، بدي تحول جذر بس في المقام، وهي اتش الفتحة لمين؟ للإكس. من هون أجت إنه مشتقة ما داخل الجذر على اثنين في الجذر نفسه. كيف؟ تعال نيجي نطبقها. هاي عشان أجي أشتغل عليها بده المشتقة اف فتحة للإكس وتساوي، شايفه جذر تربيعي حاب تحوله قوس مرفوع لأس بصير، لكن الأسرع مشتقة ما تحت الجذر اللي تحت الجذر خطي مشتقته معامل إكس على اثنين في الجذر نفسه. لاحظ هاي هيك طلعت جاهزة. أستاذي بدي أتأكد، حاب أتأكد، تعال نيجي نشوف هاي اف الاكس. لو بدي افرجيك انه كيف بامكاني احولها قوس مرفوع لاس زي ما كنا ناخذ قبل شوي، هاي نص. لو بدك تيجي تشتقها اف فتحه للاكس هي عباره عن هاي نص في 9 ناقص 3 اكس اس 1 ناقص 2 سالب 1 على 2 مشتقه الداخل سالب 3. لو تيجي تبسطها هي سالب 3 على 2 أس كسري وسالب. لاحظ رجعت نفسها ولا لا؟ طب مين أسهل، كل هاي الخطوات ولا بهاي الخطوة؟ لا والله بهاي الخطوة أسهل، لكن لك حرية الاختيار. في ناس يقول لك بديش طبق قاعدة الجذر التربيعي، هي وظيفتها تسهل عليك وتسرع لك الحل. تعالي نشوف نفس الإشي، هاي هاي عشان نيجي نشتغل عليها بدي المشتقة اف فتحة للإكس واحد على سبعة ثابت، هي
الواحد على سبعة ماله ثابت، اتركه واحد على سبعة. هاي جذر تربيعي، شو مشتقة الجذر التربيعي؟ مشتقة ما تحت الجذر 6x ناقص 5. 6x ناقص 5 على 2 في الجذر نفسه 3x تربيع ناقص 5x، وتساوي 6x ناقص 5 على 14 في جذر مين 3x تربيع ناقص 5x. بهذا الشكل احنا اشتقيناها. بدي توقف الفيديو وتجرب تحل هاي المسألة، ونشوف كيف بدك تتعامل معها. يا رب تكون وقفت الفيديو وجربت تحل المسألة عشان نيجي نتعامل معها. المشتقة F فتحة للX وتساوي كل جزء لحال. 3X خطية مشتقتها 3، السالب 9 ثابت انسى. الجذر التربيعي مشتقة ما تحت الجذر X تربيع هي 2X على 2 في الجذر نفسه. بإمكاني أختصر الاثنين مع الاثنين، يعني بتصفي عندي 3 زائد X على جذر الإكس تربيع ناقص 4. بهذا الشكل منكون إحنا تعاملنا معها وحليناها. هيك منكون أنهينا 6 قواعد أساسية مرت معاك بالسنوات الماضية. الآن بعد ما أنت تدرس الـ3 حصص هدول الـ6 قواعد، في عندك واجب في نهاية الدوسية. في نهاية الدوسية دائما رح يكون في عندك واجبات، هاي الواجبات بدك تحلها، وحلها موجود أظن هي بصفحة 46 أو 47. هون في عندك الآن تدريب الأول، تدريب على قواعد الاشتقاق اللي أخذناهم. في عندك مجموعة من الأسئلة بدك تحلها وتشوف حلك صح ولا لا. عندك أي مشاكل، ظهرت عندك أي مشاكل أثناء الحل، لا بأس إنك تبعت وتسألني، ما عندي أي مشكلة. هاي القواعد لازم تكون متقنها 100% قبل ما تنتقل لقواعد جديدة. احنا الحصة الجاية ان شاء الله مشتقة الاقتران الأسي واللوغاريتمي، وهذا يتطلب اني اكون من التأسيس دارس الأسس واللوغاريتمات، تحديدا اللوغاريتمات قوي الأسس معظمكم بيعرفها، تحديدا اذا انت نسيهم وان شاء الله اني بذكرك فيهم. اللوغاريتمات ضروري انك تكون متعامل معهم. بهذا الشكل بقدر احكي لكم الله يعطيكم الف الف عافية. احنا الان اصبحنا جاهزين لبداية قواعد جديدة بإذن الله تعالى اعتبارا من الحصة القادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته.